ذوقك دايما. وبعدين عايز اهنيكي على النيو لوك الجديد بصراحه. شكرا. لا لا يعني انت عملتي النقله دي ازاي؟ هو انا خدت قرار فجاه يعني. انا كنت جربت، انا واثق ان كل السيدات اللي بيشوفونا عايزين يعرفوا انت عملتي ايه. انا اعلنت يعني، انا ما خبتش، لان انا مبدا انك تخبي دي عشان ايه؟ ببقى مش يعني، انا بحترم طبعا خصوصيه كل واحد وحريته، بس يعني اللي بيخبي يبقاش عارفه وعايز يخبي ليه يعني. بس الموضوع عادي يعني. لا ده موضوع بقى بسيط جدا. جدا يعني. انا جربت كل انواع الدايت وكل انواع الحبوب التخسيس والحاجات دي، ف يعني وصلت لمرحله خلاص مش بتجيب معايا نتيجه، واللي بخسه برجعه على طول. فاخدت قرار العمليه وبس، والحمد لله يعني، ربنا يكملها معايا بالستر والصحه وبس، ومبسوطه يعني. انا اظن انك انت لما عملت كده يمكن كان شويه قبل كده كان عائق قدام بعض الادوار، دلوقتي الامور بقت ده دلوقتي بقى الجمهور، لا هتعملي ام ازاي؟ وامبارح واحنا في الحفله انا وداش، يا داش مش هتنفع تبقى امك تاني. قلت لهم هعمل امراه اربعينيه بتتراهق مع شاب في العشرينات. يا ريت اربعينيه، انت جايبه كده ثلاثينيه خالص. يا لهوي. طيب دلوقتي انا هقول لك حاجه اسمها لو. لو فضل. كنت اتولدت في بلد تانية غير طنطا كنت تحبي تتولدي في اي محافظة؟ اسكندرية. ليه؟ بحب البحر. لو كنت درست الكيمياء بدل الموسيقى كنت برضو هتغني؟ لا استحالة ادرس كيمياء، استحالة، كنت اكيد هسقط يعني، ده استحالة. لو جالك تليفون من المطربة الكبيرة فيروز بتقول الله. لك انا مش بسمع غيري كمية، يا الأول. هتردي عليها تقولي لها ايه؟ هقول لها وانا مش هكلم حد غيرك لمده كام سنه قدام بصراحه. لا طبعا ده شرف كبير قوي قوي، لو قالت لي كده ده هتبقى وسام على صدري يعني. لو اتنزلت مطربه عن اغنيه من اغانيها ليكي هتكون مين والاغنيه هتكون ايه؟ رجاء بالمليح. الله بحب لها، يرحمه. بحب لها اغنيه يا غايب عن عيوني. بنسمعها. حاضر. يلا. يا غايب عن عيوني أمان الأوان، تروي عطش حنيني في غربة الأحزان. يا غايب عن عيوني أمان الأوان، تروي عطش حنيني في غربة الأحزان. وطالت طالت وطالت وحدتي، وغابت غابت وغابت بسمتي. يا زماني. من يأس الأماني. يا زماني. من يأس الأماني ومن ظلم الليالي، أشكي همي همي اشتكالي. يا غايب. واو.